شاركت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الدورة 37 لمنتدى النساء البرلمانيات ضمن اجتماعات الجمعية العامة 48 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة جنيف في الاتحاد السويسري. وناقش المنتدى مشروع قرار اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بشأن معالجة الأثر الاجتماعي والإنساني لأنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي بمنظور جندري. وخلال أعمال المنتدى أكدت سعادة السيدة هالة رمزي فائز عضو مجلس الشورى عضو مكتب النساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي ضرورة وضع أطر تشريعية وقانونية من أجل التصدي للمخاطر الجسيمة التي تثيرها منظومات الأسلحة الذاتية التشغيل وطريقة عملها، مشيرة إلى أهمية وضع السياسات الهادفة لتطوير طرق آمنة وموثوقة لتصميم ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي. من جانبها قدمت سعادة المحامية دلال جاسم الزايد عددا من الاقتراحات لمنتدى النساء البرلمانيات، مشيرة إلى ضرورة الإدراك بأن الذكاء الاصطناعي له أهمية في التطور الإنساني لكنه يجلب العديد من المخاطر الاجتماعية والقانونية، مشيرة إلى أهمية التركيز على صوغ التشريعات في تنظيم الأحكام المنظمة للذكاء الاصطناعي والأسلحة ذاتية التشغيل مع الأخذ بالاعتبار في تضمين القانون التفويض التشريعي للسلطة التنفيذية لإصدار اللوائح والقرارات بسبب سرعة المتغيرات والتطورات التي تحتاج بسط الرقابة القضائية. ومثل الشعبة البرلمانية في منتدى النساء البرلمانيات سعادة السيدة هالة رمزي فائز وسعادة المحامية دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى وسعادة الدكتور بسام إسماعيل البن محمد وسعادة النائب حسن إبراهيم حسن وسعادة النائب الدكتور مهدي لشويخ وسعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى. وصل أعضاء الشعب البرلمانية اليوم في حضور اجتماعات اليوم الثاني لأعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي رقم 148 في مدينة جنيف، ومنها اجتماع الأول لمكتب النساء البرلمانيات والذي انعقد صباح اليوم، حيث اطلعت العضوات على أعمال المكتب والخاص بالتوصيات التي صدرت سابقا في مجال تعزيز المساواة بين النساء والرجال، وأيضا في مجال تمكين المرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ثم ناقشت العضوات أعمال منتدى النساء البرلمانيات في دورته 37 والذي انعقد اليوم أيضا، وكان يتضمن موضوعين أساسيين. الموضوع الأول هو مشروع القرار المقدم من لجنة الأمن والسلم الدوليين والخاص بمواجهة الآثار الاجتماعية والإنسانية لأنظمة التسليح ذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي، حيث قدم المنتدى بعض التوصيات بالتعديلات من المجال الجندري. والموضوع الثاني هو بخصوص النساء بانيات السلام، وهو موضوع يتعلق بالنساء ودور النساء في عمليات بناء السلام. وناقش المنتدى أهمية دور البرلمانيين في دعم النساء العاملات في مجال إحلال السلام ودعمهم لضمان حمايتهم ووصولهم لمراكز صنع القرار في القرارات المتعلقة بالسلام والأمن، وذلك طبعا من خلال إقرار القوانين التي تعزز حقوق المرأة وتضمن حمايتها وخاصة في مناطق النزاع، بالإضافة إلى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية دور المرأة في عمليات إحلال السلام والأمن.